أقر البرلمان الأوروبي قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ويعد أول إطار شامل في العالم في تنظيم الذكاء الاصطناعي. لكن هل يهدد القانون حقوق الإنسان وبشكل خاص الإنسان الفلسطيني والمناصر للقضية الفلسطينية؟ حول هذا الموضوع نتحدث مع دكتورة نور نعيم الخبيرة بالذكاء الاصطناعي، تنضم إلينا مباشرة من إسطنبول. صباح النور دكتورة وأهلا بك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بالمشاهدين الكرام. قبل الحديث عن تأثير القانون الأوروبي على الإنسان الفلسطيني مثل ما طرحت بالمقدمة، لنتحدث ولو باختصار عن أبعاد وأهداف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. يعني بالفعل كما تفضلت حضرتك بتعريف قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي أطلقه في شهر آذار، هو أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تنظيم وترشيد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقا لمعيار الخطورة، بمعنى أن التقنيات ستحظر إذا كانت هناك مخاطر ستتسببها للبشرية ضمن دول الاتحاد الأوروبي. سيتم تصنيف أي تقنية ذكاء اصطناعي أو أي تقنية في العالم يتم تداول من ضمنها ضمنيا أي غير معلن تقنيات ذكاء اصطناعي إما هدفها الاحتيال أو التلاعب أو انتهاك الخصوصية أو جمع البيانات بما يشكل خطورة، سواء كانت احتماليتها مستقبليا أو هي في الحال الآني، يعني إذا تم توظيف الذكاء الاصطناعي آنيا ستشكل أي خطر على المجتمع والمواطنين داخل ضمن حدود دول الاتحاد الأوروبي. بس لما بنحكي خطورة، يعني كلمة خطورة هي كلمة فضفاضة وكبيرة، أي نوع من الخطورة وكيف ومن يقيمها؟ يعني ربما ما يعتبره البعض خطر قد يعتبره البعض مش خطر. عم نشوف اليوم على مواقع التواصل وعبر الذكاء الاصطناعي الكثير من التعديات، إذا بدك على الإنسان وكرامته، وأيضا على يعني في عنف جسدي ولفظي، وحتى يعني كثير أنواع من المخاطر. من يحدد الخطورة وما هي الخطورة؟ يعني بالفعل هذا ما يؤخذ على قانون الاتحاد الأوروبي الأول في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن المعايير فضفاضة جدا ويمكن التلاعب بفضفاضيتها بحيث توظيفها لمصلحة بعض الدول ضد الأقليات وضد الفئات الهشة وفي الحروب والنزاعات. وبالتالي كما تفضلت كلمة مخاطر هي كلمة فضفاضة واسعة غير مصنفة ومحددة، وبالتالي كما عنوان اللقاء اليوم هو فلسطين، وهذا ما تتلاعب به إسرائيل ضمن استغلال فضفاضية القرار وعدم تحديد معايير واضحة تضمن حماية خصوصية الأفراد. هناك أن يكون حوكمة واضحة للبيانات، بمعنى أنه إذا أنتجت أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أنظمة الذكاء الصناعي سيتم تطويرها وتطبيقها خارج حدود الاتحاد الأوروبي، كيف سنضمن أنها لا تشكل خطر على مثلا الفئات الهشة، على اللاجئين أو على من يطالب باللجوء إلى هذه الدول ضمن داخل الاتحاد الأوروبي؟ كيف سأضمن أنه لن يتم استغلال بيانات هذه الأفراد، لن يكون هناك وضع كأن الأفراد هؤلاء كأنهم حقل تجارب سيتم تطبيق عليهم بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الاتحاد الأوروبي أنها لا تشكل أي خطر على هؤلاء الأفراد؟ وبالتالي هذا الإطار الذي يعتبر شامل كأول إطار شامل لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، محدودية الجغرافيا يعني محدودية الدول ومحدودية الاختلافات سواء النوع الاجتماعي سواء النوع الثقافي، محدودية هذه الخيارات جعلت من هذا القانون لنا في لجان أخلاقية الذكاء الاصطناعي نقف عنده كثيرا وندين عدم استيعاب الكثير من المحاور المهمة التي كان من المفترض على الاتحاد الأوروبي شملها وضمنها ضمن هذا الإطار، بما في حماية اللاجئين وحماية الفئات الهشة وحماية الأقليات في دول العالم ومن هم ضمن فئات الحروب والنزاعات، حمايتهم من هذه الأنظمة التي تستخدم بشكل شائع وكثير جدا، وهو ما يثبت وما أثبتته الحرب على غزة من استخدام وتوظيف واسع جدا لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل إسرائيل. نعم، يعني لندخل بصلب موضوع أو سؤالنا لليوم، برأيك إلى أي مدى هدد هذا القانون حقوق الإنسان الفلسطيني؟ لأنه يمكن هلأ في كثير ناس تسأل ما علاقة هذا القانون بحقوق الإنسان الفلسطيني، لو بتشرحي لنا. يعني لو اطلعنا إلى القانون بشكل عام وقرأناه كلمة كلمة لن نجد أي
مؤشر واضح وصريح بما يتعلق بتهديد الحقوق الفلسطينية. هذا إن قرأناه بشكل إجمالي وعام، ولكن إن أتينا إلى التفاصيل وإلى السياقات التي سيتم بناء عليها إقرار القوانين والامتثال إلى المحاكم، فإننا نرى هناك تهديد وكبير جدا للفلسطيني وللقضية الفلسطينية. إن نتحدث عن الفلسطيني فنحن لا نتحدث عن الفلسطيني الذي يعيش ضمن الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي 48، ولكن نتحدث عن الفلسطيني في المهجر، نتحدث عن الفلسطيني في الخارج، نتحدث عن الفلسطيني الذي يطالب باللجوء، والذي للأسف الشديد زادت نسبة طلبات اللجوء للفلسطينيين ضعفين خلال العام الماضي عن الأعوام السابقة. وبالتالي القانون فضفاضيته وشموليته الواسعة ضمن عدم وجود ضوابط واضحة تنص بحماية الفلسطينيين وحماية المحتوى الفلسطيني والرماية الفلسطينية، فنحن نعتبر أن هذا القانون إذا بقي على حاله دون أي تطوير أو تعديل رغم الضغط الكبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعاملة لأجل فلسطين على تعديل هذا القانون بما يضمن حماية الحق الفلسطيني، حماية خصوصية الفلسطيني، حماية أمن الفلسطيني، فإننا نتحدث عن قانون ينتهك ولو ضمنيا وإن لم يكن يصرح بذلك، ينتهك الحق الفلسطيني بشكل واضح، مما يشكل خطر شديد على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطيني كشخصه، يعني على الأمن الفلسطيني الذي يعيش في الأردن. نعم دكتور نور، هل ممكن تعطينا أمثلة لأنه يعني لحتى نشرح للمشاهدين يعني شو يعني أي نوع من التهديد، كيف حقوق المواطن الفلسطيني مهدد بهذا القانون؟ إذا بتعطينا شوية يعني بشكل عملي، بالفعل بشكل عملي، وحتى نبسط الأفكار التي نتحدث عنها، كما العديد من التحقيقات التي رصدت استخدام إسرائيل لتقنيات ذكاء اصطناعي بين قوسين لتحديد أهداف بدقة، وأنا أعترض كعاملة في هذا المجال على هذا المفهوم، استخدام الذكاء الاصطناعي هو لتوسيع عملية القتل، هذا الذي أؤمن به في غزة. هذه التقنيات، هناك من التقنيات ما تم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي، أي بمعنى هناك عملية شراء وبيع تمت بين إسرائيل وبين دول الاتحاد الأوروبي التي تخضع ضمن إطار هذا القانون الشامل الذي يضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الاتحاد الأوروبي شريك في عملية قتل وتوسيع قتل الفلسطينيين داخل غزة عبر بيعه لأنظمة ذكاء اصطناعي قاتلة عسكرية وحربية قاتلة في قطاع غزة. إذا تحدثنا عن الضفة الغربية فتعتبر إسرائيل من المستورد الرئيسي الأول لتقنيات التعرف على الوجه من الأوروبيين ومن الاتحاد الأوروبي، وهناك عملية منذ سنوات طويلة لإبقاء كاميرات للتعرف على الوجه في أزقة وحواري وشوارع الضفة الغربية للتعرف على كل من يمر من الشارع والتحقق من هويته، وإن كان هناك عليه أنماط أو إيحاءات بطريقة مشيه بالشارع أو طريقة تعاطي وجهه كأنه شارك في عمليات أو في ما يتعلق بالمقاومة سواء كانت السلمية أو غيرها ضد إسرائيل، ويتم القبض عليه بشكل مباشر. هذا ما نتحدث به العمليات الأرضية على الأرض في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ولكن في المهجر هناك توظيف لآليات ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجه، تعرف على اللكنة، اللهجة، للتعرف على ما يسمى بالكذب ومعيار الكذب، تستخدم ضد الفلسطينيين عند التقدم للجوء في دول الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل شريكة بتوريد بيانات والمعلومات واستبدال وبيع وشراء معلومات الفلسطينيين مع دول الاتحاد الأوروبي. فيتم التعرف على الأشخاص كما شهدنا وشهد العالم، هناك تم عمليات قبض وإلقاء القبض على الكثير من الفلسطينيين النشطاء العاملين والرافضين للإبادة الإسرائيلية في غزة، قبض وتم إلقائهم بالسجن، وكانت وسيلة التعرف عليهم عن طريق كاميرات التعرف على الوجه أو الكاميرات التحليل الأنماط التنبؤية للأشخاص والأفراد استناداً على بيانات تم استيرادها من الكيان الإسرائيلي تعرف بهؤلاء الأشخاص. وبالتالي نحن لا نتحدث عن مشاكل مستقبلية أو مخاطر محتملة، نحن نتحدث عن واقع. نعم دكتورة نور، باختصار سؤالي الأخير، كيف يمكن برأيك ضمان إذن يعني وسط كل هذه الانتهاكات اللي تحدثت عنها، هل من سبيل لضمان إذا بدك حقوق الفلسطيني بهذا الإطار، وهل من مؤشرات أو من مساعي؟ يعني
هل هناك من تأكيدات لضمان حقوق الفلسطينيين؟ الواقع للأسف مؤسف جدا ضمن القرارات الجديدة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، فهي لا تضمن بأي شكل من الأشكال حماية الفلسطيني، حماية الرواية الفلسطينية، حماية الضعفاء والمضطهدين والذين يدفعون الأثمان من الفلسطينيين. ولكن إن أردنا إلى جانب الرؤية أو نظر إلى جانب مشرق قليلا، فهناك عمليات ضغط من المجتمع المدني الفلسطيني والعامل في المجال الحقوقي ومجال الحقوق الرقمية، وهناك ضغط أيضا من منظمات المجتمع المدني الدولية والعالمية العاملة في المجال لتعديل وضمان حماية الحق الفلسطيني، حماية الأمن الفلسطيني، حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية والرواية الفلسطينية والمحتوى الفلسطيني عبر الإنترنت. وهذه العمليات من الضغط إذا كان هناك تعديل وتغيير في موضوع المحاكمة والامتثال إلى القضاء من أجل ضمان حرية وحماية الرواية الفلسطينية والفلسطيني، فإننا بعتقد بعد سنين وبعد جهود كبيرة من الضغط سنصل إلى على الأقل بالمقابل مع وجود تقنيات ذكاء اصطناعي تدعم الرواية الفلسطينية وتدعم وتكشف عن الجرائم التي تنتهك ضمن نطاق الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي الذي يكفل حماية عدم بيع وشراء تقنيات ذكاء اصطناعي خطيرة داخل دول الاتحاد، ولا يكفل بيع هذه التقنيات خارج الاتحاد الأوروبي. نعتقد أن الوصول إلى قوانين تضمن هي ليست بالسهل، تحتاج إلى تكافل من الكثير من الجهود الدولية والمحلية، منظمات المجتمع المدني، حقوق الإنسان. إلى ذلك إن تكاثفت هذه الجهود قد نصل إلى قوانين على الأقل تجرم الدول الاتحاد الأوروبي أو إسرائيل باستخدام هذه التقنية. نعم دكتورة نور نعيم الخبيرة بالذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك، شكرا لك وللمشاهدين الكرام، تحياتي. شكرا.